بتقول لك راحت ليالي ورجعت ليالي، بس اجمل ليالي العمر هناك ومعاك برضو. لكن اجمل ليالي في العمر معايا انا كانت ليالية هناك، حيث يعني صارت اقدم الرسول صلى الله عليه وسلم. اه والله حصل لي حاجات لطيفة جدا جدا جدا، حاجات ما كنتش اتخيلها. يعني عمري ما فكرت، كنت مش عارف ليه، ما كانش في بالي. زي كل اول عاملين ايه، احنا دخلنا شمال على طول. النهارده هحكي لكم على صلاه التسبيح انا صليتها فين، بس ما كانتش اول مره. بس هحكي لكم على لقطه كده في حياتي، لما بفتكرها ببقى بعد ما مر عليها تقريبا يعني 18 19 سنه مش مصدقها، رغم اني عملتها بعد كده مرات كتير، وكل المرات مش مصدق انهم حصلوا. ما صدقتش ابدا ان انا ممكن، لان انا حجيت فلتة وحكيت لكم على الحج ده قبل كده، ما صدقتش ابدا ان انا ممكن اكون موجود في الحرم في رمضان في 26 منه، ساعة المغرب انا بطوف في الحرم، مش بطوف كنت بسعى. يعني بعد الشوط السابع الأذان قال الله أكبر في الحرم، وانت عارفين صوت الأذان في الحرم يعني حاجة تانية خالص، له تأثير تاني خالص خالص، يعني حاجة ما كنتش تخيلها أبدا. إزاي ده حصل؟ والله ما أعرف. أنا رحت السعودية، دعوني في الام بي سي الشيخ وليد قال لي تعالى وكده، في رمضان في مكة، قعدنا في اوتيل. سيبك من ده كله، المهم ان انا رحت المدينه المنوره وزرت سيدنا عليه الصلاه والسلام يوم 25 رمضان. يوم 26 رمضان انا متجه الى الحرم، ترتيبه انا ما رتبتهاش، انا بعد كده رتبتها. بعد كده بقيت اسافر كل سنه، قعدت حوالي 6 7 سنين اسافر في الشكل ده، وفي كل مره ينتابني نفس الشعور. انا راكب الطياره او راكب اتوبيس عربيه من المدينه يوم 26 رمضان، بنطلع بعد صلاه الظهر عشان نوصل هناك بعد صلاه العصر، بنصلي العصر في السكه بالعربيه، او الطياره طبعا بتبقى اسرع، لكن لما تحسب برضو الطياره مع المطار مع العربيه تبقى نفس الوقت. بس كنت بحب جدا الحكايه دي، ان انا اركب العربيه مش الطياره، ركبت طياره مره واحده بعد كده بقيت اركب عربيه واطلع على مكه، توصل تبقى الساعة 5:30 مثلا، تطوف 9 المغرب يدا. يا خبر ابيض. ويمكن قلت لكم قبل كده ان انا لاول مره حصلت الحكايه دي كنت في الطياره رايح الحرم جده وبعدين نطلع على مكه. يا سلام لو الطياره تقع بقى، محرم نمره واحد، صايم نمره اتنين، خارج من عند سيدنا النبي، مفيش بقى اجمل من كده، ورايح اعمل عمره، مفيش اجمل من كده حاجه. فدي حاجات ما انساهاش ابدا، اجمل حاجه. يعني بيبقى صعب جدا اقول لك ايه اجمل حاجه حصلت لك، بتبقى صعب. هتلاقي مثلا تقول مثلا انك انت خلفت، انك انت مش عارف ايه، مراتك دايسه عليك شويه، تقول ان انا اتجوزت مراتي، يعني انما انا بقولها بمنتهى الشجاعه كده، دي اجمل ليالي عشتها في حياتي، اجمل ايام. والمره الاولى زي المره الاخيره بالظبط، المشاعر هي هي، والشوق هو هو، والخروج من الحرم وانت بتسعى والناس صايمه والدنيا كده، ايه ده؟ انا اظن حكيت لكم على الحج، بس مره تانية ما اظنش حكيت عنه في اليوتيوب حكايه كامله. بس اليوم ده يوم لا ينسى في حياتي، كل ما يعني تاتي اشراقات الايام دي ابقى انا في اليوم ده بقى طاير كلام. يعني ما بحس النهارده افتكر افتكر وانا صايم اللي ما بقدرش اخرج من اوضه نومي، بركب طياره وبنزل من الطياره وبتعامل مع الناس، قال ايه كمان؟ زيدك بقى من اللي بتاع حته، بيقولوا الناس عارفيني وبيقولوا لي ازيك يا استاذ محمود. هل انا اتخيل وانا حتى لما كنت صحفي ان انا في لحظه ما هخش الحرم في 26 رمضان، اعمل عمره وانا صايم، والناس تقول لي ازيك يا محمود؟ ياي.
حاجة فوق الوصف. صحيح المثل بيقول لك ايه، الحظ لما يواتي يخلي اللعمة ساعاتي. فعلا انا مؤمن جدا بالمثل ده، انا حصل لي يعني ما كنتش اتصور ابدا. بص العناصر دي كلها ازاي تتجمع. يعني ممكن على فكرة يكون الواحد نجح في شغله ويجيله سفرية يعمل عمرة، انما انا جات لي دعوات ليه بره لاوروبا، اقول لهم لا ما مش هقابلكم في اوروبا، قابلوني في السعوديه. قال لي يعني انا يعني السعوديه ديت انا سعودي مثلا معاك جنسيه مثلا، اقول لهم لا احب اشوفكم في السعوديه، وتبقى في مكه او في جده، تقوم تجي لي برضو الدعوات واروح واسافر. ده كان كله ممكن يحصل، بس تحصل انك انت في 26 وانك انت الناس عارفاك وبيدلعوك، تخش اي حته اهلا يا فلان تعالى يا في الحرم، الكلام ده في الحرم دي حاجه مش ممكن يعني تيجي في خيالي ابدا، كنتش احلم بيها ابدا. ما جرؤش يعني الواحد ممكن يحلم برئيس جمهوريه ممكن، انما يحلم ان هو يبقى في الوضع ده بالمواصفات دي ما حلمتش بيها ابدا. يمكن اكون مناسب ان انا اقول لكم مثلا ان انا لما حجيت مع شركه سياحيه، بس ما فيش داعي نقول اسماء الشركات، ولا الشركه اظن اختفت، كانوا اصحابها ناس كويسين، وانا اشتركت كده عادي يعني، كلمتهم في التليفون وحجزت مش عارف كام، كان 10,500 الرحله كلها الحج كله، بس كنا قاعدين في مكه في اوضه فيها 9 انفار على الطروحات وحمام واحد لحوالي 200 واحد كل مش عارف اعرفش عددهم كام. ما رحنا بقى في عرفات عملوا لنا خيم، الخيم مكيفه وفيها عصير من كل الانواع، وبيجيبوا لنا كل يوم صواني قد كده مليانه خرفان والكبسه بتاعت السعوديين، كل حاجه متوفره، وطول الوقت مليان فاكهه تفاح وموز وزي ما انت عايز. كان ليا واحده قريبتي بتحج حج القرعه المصري، فروحت اشوفها حاجه تانية خالص، حاجه تانية خالص يعني، خيم بقى سياره ومفيش مراوح اساسا والدنيا مولعه، قعدنا في التكييف احنا، لدرجه انه رحت بقى عشان اشوف جبل الرحمه ده، وصلت شويه كده وبقيت زحمه قوي وبتاع ومش عارف، رجعت. طب الله يا عم الحاج احنا هنعمل ايه، مش مفيش حاجه نعملها خالص، نذكر وبتاع، بس ما شقناش خالص، ما تعبناش خالص. تفكرين الست اللي طلعت مع اخونا زميلنا دوت اللي قالت له انا ما شقتش بالفلوس، ما شقناش يا جماعه. فروحت خارج، والله الساعة كانت حوالي الساعة 2 الظهر، الدنيا مولعة، وقلت حصل لي صلاة التسبيح بره. الراجل الحج الحجاج اللي معايا بقى راح فين حج محمود، الدنيا مولعة. قلت لهم بس هشوف حاجة، ما رضيتش أقول لهم هيضربوني، الدنيا مولعة. رحت خارج بره الخيمة، وقفت في حتة شمس جدا، وصليت صلاة التسبيح. إيه بقى صلاة التسبيح بقى؟ زمان قريت انه في حديث عن سيدنا النبي عليه الصلاه والسلام قال لحد من الصحابه في صلاه اقول لك عليها دي بقى يعني حاجه عظيمه جدا، فقال له ايه؟ فشرح له صلاه التسبيح. قال له يعني صليها كل يوم؟ قال لا تصليها مره في الشهر، مره في السنه، مره في العمر. لكن لما كبرنا بدانا نقرا قالوا لا صلاه التسبيح دي فيها كلام وفيها حاجات وفيها وفيها لا وفيها بتاع، بس احنا بنحب نصليها. طب ازاي بتتصلى؟ هي فيها فكره عبقريه جدا، ان انت لا يمكن تسرح في صلاه التسبيح، لا يمكن تسرح. ليه بقى؟ لان انت بتقول الله اكبر وتبدا تقول الفاتحه، وبعدين تقول اللي عايز تقوله من القران، وبعدين تقول سبحان الله الحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر، ممكن تقف هنا وممكن تقول ولا حول ولا قوه الا بالله 15 مره وانت واقف، خلصت الفاتحة وخلصت اللي عايز تقرأ من القرآن، عايز تقرأ سورة قصيرة، عايز تقرأ آيات يعني 3-4 آيات زي ما انت عايز، وبعدين 15 مرة سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، لا حول ولا قوة إلا بالله، ممكن أو ممكن لا، في قول يعني بيقول أو لا زي ما انت عايز، 15 مرة وبعدين تسجد تركع تقول سبحان ربي، لا خلاص تقولها 10 مرات وانت راكع كده 10 مرات، يبقى كم مره؟ 25 مره، وبعدين ترفع تقولها 10 مرات
يبقى دي كم مرة؟ 35 مرة، لا 35 مرة. وبعدين تسجد، بعد ما تخلص اللي بتقوله في السجدة تقولها برضو 10 مرات، وبعدين تطلع بقينا 45، تطلع بعد ما تطلع في الاستراحة دي تقولها برضو 10 مرات، وبعدين تنزل تقولها، وبعدين تطلع ما تقومش على طول، لما تطلع من السجدة التانية ترتاح برضو وتقولها 10 مرات، يبقوا 75 مرة. نقول كمان 15 مرة وانت واقف، 10 مرات وانت ساجد عامل كده، يبقى دي 25. وانت راكع ترفع 35، تسجد 45، ترفع 55، تسجد 65، ترفع 75، اربع ركعات مره واحده ما تقطعهمش، يعني اربع ركعات مره واحده، تبقى قلت 300 مره. تعملها بقى، اعملها. هي بقى الميزه فيها ايه؟ كل العباده حلوه، بس اللطيف فيها ان انت ما بتسرحش بقى طول ما انت قاعد تعد تعد، وكان يا اخي الحاجات دي معموله عشان العد يا اخي، كان ده معمول عشان تعد. ما هم دول 30، دول 30 مظبوط، 1 2 3 ده 5 15 و15 30، حتى التسبيح اللي هو بعد الصلاه دول 30، وبعدين تقول 3 يبقى 33 اهو. على فكره اتعلمنا واحنا صغيرين قوي ان هنا النور في السبحه كويس، في البتاعه دي كويس، مفيش مانع، بس هنا دي بتنور، سبح هنا وهنا 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 وهنا، سبح هنا. السبحة دي برضو في الجوامع وبتاع شياكة، أنا ياما مسكنا سبحة، بس أنا الحمد لله أجدع سبحة أمسكها في إيدي مفيش خمس دقايق وتفك على طول. قالوا لنا زمان إنه المكان اللي بتسبح فيه إن شاء الله يوم القيامة ينور، فخلي التسبيحة هنا. أنا مش بكبر في الشكر ولا حاجة، خلي التسبيحة هنا، سبح بيدك، هي متقسمة مش محتاجة حاجة خالص. بس يا سيدي، ويا رب يعيد علينا وعليكم الأيام بخير.